الشعب المصري ولا ما يقبل التخويف ولا الترهيب. يقبل الاختلاف انما تخويف وترهيب وارهاب لا. الانسان من بدء الخليقه يجتمع مع اقرانه في تجمعات اللي هي تطورت بعد كده واصبحت الدوله. هذه الدوله فيها المؤسسات المتعدده تطورت وضمان انهم يعبروا عن حريتهم وارائهم وتناقض فكرهم بسلام، هو ده دور الدوله. لذلك احنا هنقف ولن نسمح بتطويل اركان الدوله المصريه، لن نسمح باضعافها. انا مش عايز استعرض الاحداث الارهابيه لانكم كلكم عارفينها وكلكم عارفين هي وصلت لايه. وعلى فكره الارهاب لم يكن في مصر بس، الارهاب كان في ايرلندا والارهاب كان في اسبانيا والارهاب في ايرلندا كان تحت هذا الموضوع. لم يحل موضوع ارهابي الا بعد ان استطاعت الدوله ان تقبض بيدها على الارهاب، ثم بعد كده يبقى في كلام. النهارده احنا بنتوحد كلنا وبنعلن عن هذا وبنعلن عن بدايه فعاليات هذا المؤتمر بعد العيد مباشره، ونتمنى ان احنا نقدر نطلع باليات وتوصيات من انا مش عايز الحقيقه اتسرع ان احنا ما قبلناش حكم الاخوان المسلمين. هم نقموا علينا ايه؟ احنا استخدمنا حقنا كشعب باعتباره صاحب الصفه الاميره العليا وباعتباره صاحب الاراده والسياده في ان هو يختار ايه النظام اللي يكون